ابني عنده طول نظر ده كويس ولا وحش؟ هو كلمة طول نظر وقصر نظر بتلتبس على الناس، فاكرة بيشوف البعيد ولا القريب. احنا بالنسبة لنا الطول والقصر هو عبارة عن مصطلح علمي، زي ما انا ببص لكم كده، لو انا ببصص على حاجة اللي ورا الكاميرا بتاعتي يبقى ده اسمه طول نظر، لو انا ببص على حاجة اللي قبل الكاميرا اسمه قصر نظر، لكن في كلتا الحالتين انا مش مركز مع الكاميرا فالكاميرا تبقى مزغللة، لكن مش معنى كده ان انا في البعيد احسن او في القريب احسن. فطول النظر او قصر النظر هم تعبيرين بنستخدمهم لوصف ان الصوره مش واضحه عند الطفل، بس توصيف عدم وضوح الصوره دي بيقع تحت ثلاثه كاتيجوري او تحت ثلاث مسميات، يا اما طول يا اما قصر يا اما استجماتيزم او انحراف، لكن هما الثلاثه معناته ان الصوره غير واضحه عند الطفل، لا القصر احسن من الطول ولا الطول احسن من الاستجماتيزم، هما الثلاثه مش كويسين وعلاج النضاره بيبقى مهم لهم، والنضاره برضو بتتساوى في اهميتها وفي نتيجتها في الثلاث تشخيصات سواء قصر او طول او استجماتيزم او انحراف. شكرا جزيلا.